السؤال يقول: امرأة تقول إني أتابع خطبا ومحاضرات لبعض العلماء في اليوتيوب، وبعضها تكون بالصوت والصورة، وأقول بما أن العلماء اختلفوا في تحريم الصور فالأمر سهل، فهل أستمر على هذا أو أترك؟ لا شك أن المراد أن المحاضرات التي بالصوت والصورة تترك، لأن الصور محرمة، ولنا محاضرة في تحريم التصوير جمعت ما قدرت أن أجمع فيه من الأدلة وفتاوى أهل العلم، وذكرت فيه أكثر من 50 فتوى لعلماء اللجنة الدائمة على تحريم التصوير، فيمكن أن تراجع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالأدلة في تحريم التصوير واضحة وظاهرة، وقلت ولا أزال أقول: لم أجد جوابا ممن تساهل في التصوير، لم أجد جوابا عن موقفهم من أدلة تحريم التصوير، ونتمنى أن يتحفونا بأجوبتهم، ونحن نتفق معهم على تحريم التصوير ثم يتساهلون في ذلك. ومن سنوات وأنا أطلب هذا الطلب ولم أجد من إخوان فضلاء تساهلوا في التصوير، لم نجد منهم جوابا. فعلى هذا نقول للرجال والنساء، ليس للسائلة فقط، إن التصوير محرم، سواء كانت الصور ثابتة أو كانت متحركة. وبإمكانك وإمكان السامعين والسامعات أن يجدوا المحاضرات صوتية، بل وأن تحول المقاطع الفيديو المصورة إلى مقاطع صوتية، وإن لم تستطيعي استطاع غيرك وأتى بها إليك، فالأمر سهل، والمقصود قوة العزيمة. والحمد لله علماء أهل السنة ملأت محاضراتهم وخطبهم ودروسهم الإنترنت بدون صور، فالخير موجود، ومن أراد الخير وجده. الأمر الثاني: المرأة مأمورة بغض بصرها. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مأمورة بغض بصرها، سواء كان الذي تنظر إليه رجلا في الشارع أو في الجوال أو في التلفاز، وسواء كان عالما أو غير عالم، صالحا أو فاسقا، مسلما أو كافرا. بالنسبة للمرأة هذا رجل أمامها، وبالنسبة للرجل هذه امرأة أمامه، لا بد أن يترك النظر كلهم. وليس هناك دليل على جواز النظر، نظر المرأة إلى الرجل الصالح أو العالم. فأدلة تحريم التصوير، أعني أدلة غض البصر، متنزلة على الصحابة والصحابيات، وهم خير هذه الأمة، فما أذن لنساء الصحابة أن ينظرن إلى أبي بكر وعمر فضلا عن غيرهما. فهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل عالم في التلفاز أو الجوال أو غيره؟ لا يجوز. الأدلة عامة، الأدلة عامة. قد تقول امرأة: أنا أحسبه كأنه أبي. هل تستطيعين حذف كأنه وتقولين هو أبي؟ هل ستريفين منه؟ هل أصبح من المحارم؟ الله عز وجل يقول عن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومع ذلك كان نساء النبي يحتجبن
من الناس، وهن معدودات أمهات تشريفا، فهم أعفى العلاقة بين النساء النبي والمسلمين أعظم من هذا الذي تقولين إنه كأنه أبوك. نعم، فهو رجل أجنبي، لو خطبك جاز له أن يتزوجك، أنت امرأة أجنبية، فلهذا لا يجوز النظر إليه. فالذي يسهل ويهون في نظر المرأة إلى أهل العلم في التلفاز أو في الجوال أين يذهب بأدلة غض البصر؟ أين يذهب بها؟ وليس هناك ضرورة، قطعا ليس هناك ضرورة، الأمر سهل، تستطيع أن تستمع إلى المحاضرة بأي طريقة وتستغني عن التصوير، عن مشاهدة الصور. أمر آخر وهو أن المرأة إذا اعتادت على مشاهدة الرجال في هذه المحاضرات انكسر الحاجز النفسي عندها من النظر إلى الرجال، وسهل عليها، وتلاشى عندها الكراهية لهذه المعصية. هي معصية لكن ضعف كره هذه المعصية، وأصبح من السهل عليها أن تنظر إلى الرجال الأجانب، لا سيما وبعض أهل العلم أعطاهم الله جمالا، فسترى رجلا في الشارع ليس مثله في الجمال تقول قد رأيت فلان ابن فلان هو أجمل منه، أما هذا ما تمتد العين إليه. إذن انكسر الحاجز النفسي، وخرج الأمر إلى أنها ستلاحظ مواضع الجمال في ذلك العالم، هي امرأة لا بد من هذا. نعم، وتلاحظ هذا موجود، الرجل رجل المرأة مرأة، المهم أنه ينكسر الحاجز النفسي عند النساء في النظر إلى الرجال، ويحصل التساهل، يحصل التساهل في النظر إلى الرجال حتى في الشارع يحصل التساهل. والرجل الذي يرضى لقريبته أن تنظر إلى الرجال هذا عاصي لله عز وجل. كيف يرضى أن تنظر امرأته إلى الشيخ فلان؟ الشيخ فلان مسموح ينظر إليه؟ كيف تأذن لها بذلك؟ أين غيرتك؟ أين رجولتك؟ نعم، فالحذر الحذر يا معشر النساء الصالحات، لأن التي تسأل هذه امرأة صالحة تتحرى لدينها، الحذر الحذر، لا تتساهلوا في هذا الأمر، ولا تفتحوا على أنفسكم هذه الأبواب، والله عز وجل قد أغناكم عن ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.